هنا بين هذه الشوارع حيث ساحة الدفتر تقبع حكايات مليئة بالفقر والجوع والحرمان. هذا الحي يشبه الكثير من أحياء طرابلس الشعبية الأثرية. فقر مدقع ومعاناة تبدأ بالجوع والحرمان من أدنى مقومات الحياة، وتمر بانعدام للرعاية الصحية ولا أحد يعلم أين تنتهي. أبو عصام الرجل الذي بالكاد أن يتنفس الأكسجين عبر هذه الأدوات يعيش في غرفة واحدة بالأجرة. ما بيوصل، والأكسجين اللي عمله منه بلاهين صعب لأم الأكسجين والأدوية ما بلاهين. عندك الأكسجين ما عم يطلع على دماغ والإمكانية التأمين صعبة. صعبة. بدك معدات معينة؟ طبيب مكان للروية حاسة الفندق ما بعرفك عجيم هيك قال لي من أول ما جبته مني قدر أجيب لأنه مدين. كل يوم نحن بدنا دواء وبدنا أكسجين وبدنا كل شيء، يعني هو الأب ما فينا نتركه. وإلى منزل أم محمد حيث المزيد من المعاناة. صراحة أنا كثير مجروحة، أنا ما حصلت براها مني عشغل، ما في أزوال، ما في شيء أبداً، بيتنا هون قاعدين ما في متأكل بالبيت، يعني برمضان أنا كنت صراحة دبر حالي، روح عند هذا روح عند هذا حتى تجيب لي متأكل، إن كانت مطبوخة ولا كانت نية، فهلا أنا بالبيت هون، والله العظيم مشي ربطة الخبز بقلب البيت، كسر من الجيرون تسفوا عليهم يجيبوا ربطة الخبز، بقول يا رب ينضاق الباب ويجي حدا يعطيني لو إنه صحن أكل. اقسم بالله العظيم بقول يا ربي حدا يجيني صحن اكل، والله عم ننام جوعانين. اقسم بالله اكثر بيت اكثر اكلي بالبيت انا هون زعتر يا بطاطا مقليه. والى بيت ام احمد التي تعاني ابنتها من وضع صحي حرج، الان كادت ان تتشرد هي وبناتها بسبب عدم مقدرتها على دفع اجره منزلها، الا ان احد الخيرين قام بشراء المنزل لها عبر مبادره قام باطلاقها حراس المدينه. هلا انا كنت مكسوره على اجار البيت، اجت صاحبه البيت بدها اجاره، بعتت وراي رحت لهونيك، انا ترجيت انه مشان ما تطلعني من البيت، انه انا عندي ثلاث بنات بالنهايه وبنايمهم بالشارع. قام بعت وراي عند كاتبه العدل فاطمه عتال مشان امضي عوره. انا قام بالاول رفضت، واكيد ما حنكب برا بالشارع انا ولادي. قام قال لي لا امضي وعلى كفالتي. امضيت بس انا ماني عارفه على شو، بعرف انه اشترى لي البيت. انا صحيت بالمستشفى على الخبر الحلو. طبعا احنا اطلقنا هذه المبادره، ولكن هي الافضل ان يكون في وساطه التوثيق. يعني نحن نحل لك نحن شو بيصير معنا. المغترب بيقول لي بيتواصل معنا بشكل مباشر لانه فتش لنا على عائله محتاجه، الفيديو بيشوف الوضع الاجتماعي، بعض الاسئله اللي ما كانت واضحه عنده بيسالنا اياها بنجاوب عليها. ويبقى السؤال، إلى متى سيبقى هؤلاء يعانون؟ وهل من عيون وآذان لترى وتسمع هذه الأوجاع؟